السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا انا بقالي مدة ما بجيش، كنت تعبانة والحمد لله يا رب اشفي دايما كل مريض يا رب، ودايما بتمنى لكم الخير والسعادة يا رب دايما. النهاردة بقى جاية لكم بفكرة حلوة وحاجة جميلة كده، ايه تبقى عندك في البيت، حتى لو انت لاقيها غالية برة ما تشتريهاش، هتبقى موجودة في البيت. من كيلو واحد هنعمل كتير يعني ما شاء الله. هنقول اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ حلقتنا بسم الله. طبعا الفلفل حلو اليومين دول، على فكرة الفلفل ده حلو قوي. بصي الفلفل ده مش حامي، الفلفل ده بارد جدا، ما تتغريش ان هو شكله كده يبقى حامي، لا الفلفل ده بارد بارد جدا جدا. انت بقى ممكن لو بتحبي الحامي تجيبي كيلو زي ده تاني بس يكون حامي. بص على قد ما هو كده، بس الفلفل ده بارد جدا، ممكن تجيبي كيلو حامي وكيلو بارد وتحطي الاتنين مع بعض. بصي فاحنا هنعمل ايه، نسمي بسم الله، نجيب السمونة الحلوة بتاعتنا، نجيب كيس التلاجة زي ما قلت لكم، جيبي تمن كيلو ربع كيلو زي ما تجيبي، المهم كيس التلاجة دي تبقى تملي عندك في البيت. يعني مثلا هناخد شوية كده، بسم الله نشيل بقية الكيس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى؟ احنا خدنا الفلفل ده الاول كده غسلناه كويس جدا، بغسله حلو وبصفيه وبيبقى الفلفل زي الفل عندي. الفلفل ده انا باخده بعمل بايه؟ على فكرة الكيلو ده انا جبته بخمسة جنيه، مش النهاردة، هو بقاله يوم كده عندي في التلاجة. انا كان واحد يعني متعرفين عليه الله يبارك له، فبنجيب اللي هو قلت لكم عليه اللي اداني الخمسة كيلو بتنجان بعشرة جنيه، فكان عنده الكيلو ده قال لي ايه خديه بخمسة جنيه، واخدت الكيلو فعلا بالخمسة جنيه. انا معرفش الكيلو دلوقتي بقى بكام، بس حلو يعني بجد. بصوا الفلفلايه حلوه وجميله ازاي، وزي ما قلت لكم الفلفل ده بارد جدا. بص انا لو سبته شويه كان احمر، بس انا مش عايزاه احمر، انا علشان بارد. في كتير قوي بيحب الفلفل البارد، بصي يعني يومين تاني وهيبقى احمر، بس اهو زي الفل. بص محمر ازاي، يعني يومين كمان وكان حمار. فانا خدته وغسلته كويس كله، بعد كده بعمل ايه بقى؟ بسمي بسم الله وبعمل كده. بصي الشربه الصغير اللي هو بيبقى مع بعض عشان نحطه مع بعض. انت مثلا هتعملي باذنجان ولا حاجه، او هتقلي الصبح لاولادك، اهم حاجه تفرغي الكيس من الهواء، بس تعمليش حاجه، بصي تفرديه كده عشان ايه ما ياخدش حجم معاك في الثلاجه. بتجيبي بقى الطويل ده كله كده، بصي مثلا هتعملي طاجن، اللهم صل على النبي، طاجن ايه؟ طاجن باميه. حلو، ممكن وانت بتعملي طاجن الباميه تقومي ايه حاطه واحدتين ثلاثه كده، بس زي العسل مش اي حاجه. وعلى فكره لو انت عايزه بس قرنين اللي طاجن الباميه ولا حاجه، ممكن تفك الكيس عادي وتاخدي القرنين اللي انت عايزاهم وايه وتحطيهم، متعمليش اي حاجه. مسقعه مثلا، عايزه تعملي مسقعه ولسه هتروحي تجيبي عندك الباذنجان ومعندكش الفلفل، لا وبرده مش لازم تاخدي ده كله. احنا بنعمل ليه بقى؟ بنحط بقينا نحط كتير في الكيس بحيث ان الاكياس غليت، واحنا بنحط ونرجع نفك تاني مش مشكله، اهم حاجه تطلعي ايه الهواء اللي جوه الكيس زي العسل، وما بياخدش مكان في الثلاجه وبيبقى زي الفل. ودلوقتي جاي كمان الشتاء، المطره مش هتعرفي تنزلي، صعب، هيبقى الحاجه كمان هتبقى غاليه، ممكن تبقى غاليه وممكن ما تعرفيش تنزلي تجيب الحاجه زي ما كنا بنجيبها. العسل مليش اي حاجه، تفك برضو الكيس تاني براحتك
يعني تاخدي منه اللي انت عايزاه. طبعا كاس كتير معانا وكفايه واحد كمان وخلاص. بصي اهو، استني بسم الله في كل حاجه، ربنا سبحان الله تعالى بيفتح البركه في اي حاجه بتعمليها. طبعا دول اخر شويه برضو ايه نعملهم، ونحاول نعمل ايه ما بين الاكياس كده نطلع الهواء اللي فيه عشان ايه نعمل الكيكلايه برضه بتحس ايه. ما عملتش اي حاجه تاني، الفلفل عملناه زي الفل كده خلاص. الطبق ده مش عايزينه تشكريه، ادي الفلفل عملناه زي العسل اهو. بصي تفتحي الكيس عادي وتطلعي قرنين الفلفل اللي انت عايزه تحطيهم مثلا في المسقعه، عايزه الله اكبر ممكن تحطي في طاجن باميه، ممكن هتعملي كبده ولا حاجه عادي ممكن تطلعي الفلفل زي كده وتقطعيه. على فكره بيبقى محمل وماسك نفسه حلو قوي، ما فيش اي حاجه. وبعدين عشان ما ياخدش مكان منك في الثلاجه، بصي حاولي ايه تفرديه. بص اهو لما اتفرد، بص بقى رفيع ازاي زي العسل. انت بقى لو حطيتيهم في الثلاجه يا اما هيحمروا زي كده يا اما مع الوقت هتلاقيهم باظوا. لا ما احنا نلحق الحاجة، نستناش لما الحاجة تبوظ بتاعتنا، لا نلحقها بسرعة نعمل حاجتنا تبقى زي الفل. ادي الفلفل. بس في نصيحة بقى عايزة اقولها لك، في ناس يعني دلوقتي اللهم صل على النبي الخضار رخص عن الاول، طبعا فضل ورضا من عند ربنا، ويا رب يجعل كده كل حاجة رخيصة وحلوة في بلدنا، وتبقى مصر دي احسن بلد في العالم كله يا رب ان شاء الله، وطبعا بالناس الحلوه اللي فيها. لكن احنا بقى بنقول ايه، ان في حاجه بقى مش بتبقى حلوه، ان مثلا الموز اليومين دول بقى ب10 جنيه حلو قوي، ما تنزليش تروحي تفرحي وتقولي اجيب لي 10 كيلو موز واحطهم اصل افرزهم، لا جيبي على قدك وتفرزي ليه. انت ال10 كيلو دول ممكن واحد يكون عايز كيلو منهم وانت خدت ال10، طب على ايه؟ سيبي لغيرك يعني، خدي مثلا 2 كيلو حلوين قوي ليك ولولادك، يا ستي خدي 3 كيلو فرزي براحتك. بس على ايه؟ ربنا يعني سبحان الله وتعالى الخير في كتير والحمد لله، يعني ليه ما نعملش كل حاجه على القد وتبقى براحتنا؟ الدنيا مش هتطير وبرده هيرخص يعني، اللهم صل على النبي. هو كل حاجه اليومين دول حاسه ان هي رخيصه، عقبال بقى ايه الفراخ واللحمه دي تجي لها من عند ربنا كده وترخص برده. دي الحاجة يعني الحمد لله ان الخضار رخص، في امل يعني سبحان الله، طول ما في حاجة نزلت يبقى في امل في حاجة تانية ممكن ترخص، ممكن اللحمة والفراخ ترخص بإذن الله، لان احنا كلنا عايشين تحت رحمة ربنا. فالحمد لله رب العالمين، نشكر ربنا ونحمد ربنا على اللي ربنا بيديهولنا، ودايما نبقى قانوعين بحياتنا وبعيشتنا ونقول الحمد لله. انت منك يعني منك في بيتك تحسني من بيتك وتحسني من اللي حواليكي، مش لازم تبصي لجارتك جابت ايه عندها ايه، ملناش دعوه. انت ربنا خلقك خلاص، دي مقدرتك او مقدره جوزك، عيشي زي ما جوزك ايه معيشك. فالواحد بيحمد ربنا في السراء والضراء، فنقول الحمد لله رب العالمين. معلش طولت عليكم، وادي تفريز الفلفل زي ما قلت لكم اهو زي الفل، ما عملناش اي حاجه كله، بس في ثواني عملناه ما خدناش اي وقت وتعمل زي العسل. يا رب دايما تعملوا كل حاجه كده وتكون سهله وبسيطه ليكم. ماشي اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.